هي أولى عمليات جني محصول الطماطم الصناعية ببلدية السبحة بولاية الشلف، وسط توقعات بموسم وفير بالنظر إلى ارتفاع المساحات المزروعة وزيادة مردوديتها. تعرفت ولايتنا قفزة نوعية فيما يخص إنتاج الطماطم الاصطناعية، حيث انجزنا 2700 هكتار مقارنة بالموسم الماضي عندنا 600 هكتار زيادة. تقدر الإنتاج للموسم هذا ب 2,500,000 قنطار بمردود يقارب 1,000 قنطار في الهكتار. حملة جني المنتوج التي انطلقت ببعض المستثمرات بالولاية سمحت بتجميع الكميات الأولية عبر عدد من النقاط ونقلها تدريجيا إلى وحدات التحويل والتي شرعت في استقبال المنتوج وتحويله. شعبة الطماطم الصناعية تشهد تطور ملحوظ في المساحات المغروسة، وخاصة بالنسبة للبلدية بوقادير الصبحة، بلدية بوقادير الصبحة وتلي. ابتداء حملة جني الطماطم الصناعية اللي رايحة تترانسفيري لجينيتي دو ترانسفورماسيون. بلدية الصبحة اليوم كما صينا تجمع الطماطيش، الطماطيش تاع صناعية، نلمو الطماطيش دروك نلمو الطماطيش، الحشية اللي بعثوها للبليدة، المصانع تاع البليدة، وعندنا مصانع تاع سيدي خطاب. ومع ارتفاع المساحات المزروعة في شعبة الطماطم الصناعية يتطلع الفلاحون لتطوير الصناعة التحويلية بما يسمح باستغلال المردود المتزايد لتلبية الحاجيات الوطنية والتوجه نحو التصدير.